حين تمت محاولة اغتيال ترامب وهي المحاولة الاغتيال الفاشلة، يعني البعض أرجع ذلك إلى هذا الخطاب الجديد في الحملات الانتخابية، يعني البعض أرجع العنف إلى ربما الخطاب الإعلامي والخطاب في الحملات الانتخابية. اليوم كان هناك انتقادات للحزب الديمقراطي بأن كل كلامه وانتقاداته لترامب هي تتعلق بأمور الشخصية. كيف برأيك سيكون شكل الحملات الانتخابية لكلا الحزبين بعد انسحاب بايدن والاحتمالية الكبرى لترشح كامالا هاريس في مواجهة ترامب؟ أعتقد أن الديناميكية ما زالت كما هي. الديمقراطيون هدفهم الأول ليس بايدن أو هاريس، هدفهم الأول هو عدم وصول ترامب مرة أخرى إلى السلطة، وبالتالي العامل الشخصي عامل مهم. هم يرون أنه لا يصلح لقيادة البلاد، هو شخصية من وجهة نظرهم غير مؤهلة، لديه كثير من النقائص. يعني ينتقد المرشحين الديمقراطيين بصرف النظر عن بايدن، سوف يفعل ذلك مع هاريس وكما فعل مع هيلاري كلينتون من قبل، هو وحتى مع الجمهوريين الذين كانوا معه، وينتقد الأشخاص في صفاتهم وفي ربما طول أذانهم وفي صوتهم وفي شكلهم. يعني كثير من الانتقادات التي يوجهها غير مناسبة على الإطلاق، وبالتالي هم يرون أنه أيضا كاذب ويقول يقول الكذب كثيرا، وبالتالي يرون أنه غير مؤهل لقيادة الولايات المتحدة، كما أنهم أيضا يهاجمون برنامجه، وخصوصا أنه اختار نائبه فانس شخصية انعزالية يريد الولايات المتحدة أن تهتم بنفسها أولا، أمريكا أولا. وهذا طيب أنا أعتذر عن المقاطعة، سأعود إليك أستاذ طارق، ولكن سأذهب فقط لنشكر الأستاذ إيهاب عباس الباحث في الشؤون الأمريكية والعلاقات الدولية، لأنه مضطر يعني إنهاء اللقاء. شكرا جزيلا لك على وجودك معنا على شاشة الحدث. تفضل أستاذ طارق لتكمل الفكرة. كنت أقول أنه الهدف الرئيسي هو عدم وصول ترامب إلى السلطة، وبالتالي لن يكون هناك تغيير في الخطاب الديمقراطي، سوف يواصل تواصل هاريس ومن تختاره من النواب، وهذا مهم في عملية الاختيار، لأنه الهدف هو الفوز بالولايات المتأرجحة، والخطاب الأساسي سيكون لهذه الولايات المتأرجحة، وبالتالي أعتقد أنه شاهدنا خطاب ترامب بالأمس في إحدى الولايات المتأرجحة وهي ميشيغان، وتقال يعني استطلاعات الرأي بأن ترامب فرصه تزداد في هذه الولايات. لو نحلل معك الآن بعد انسحاب بايدن وأيضا احتمالية الكبرى لترشح كامالا هاريس، كيف سيكون الوضع في هذه الولايات المتأرجحة؟ أعتقد نحن بصدد يعني حملة انتخابية ساخنة جدا، خصوصا في بنسلفانيا التي وقعت فيها محاولة الاغتيال، وفي ويسكونسون التي كان فيها المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، وفي ميشيغان أيضا التي ينصب عليها التركيز. لذا أعتقد أنه اختيار كامالا هاريس أيضا لنائب من واحدة من هذه الولايات ربما سيساهم كثيرا في الفوز، بالإضافة إلى أريزونا، لأن هناك حديث أيضا عن مارك كيلي السيناتور الديمقراطي من هذه الولاية والمحبوب جدا، يمكن أن يكون نائبا لكامالا هاريس. وكذلك هناك حديث عن جوش شابيرو وهو حاكم ولاية بنسلفانيا الذي فاز في الانتخابات في هذه الولاية المتأرجحة، ويمكن أن يكون ضمه على هذه التذكرة الانتخابية إلى جانب هاريس مهما للغاية، فضلا عن مرشحين آخرين. جريتشن ويتمر حاكمة ولاية ميشيغان أيضا هي مرشحة، صحيح أن البعض يعتقد أنه من الصعب أن يكون هناك يعني امرأتان تقودان البلاد، لكن هذا ليس مستبعدا، خصوصا وأنها أيضا تتمتع بشعبية، لكن يعتقد أنه جريتشن ويتمر ربما تكون طموحها أكبر من ذلك وعينها على انتخابات عام 2028، وكذلك نيوسوم حاكم ولاية كاليفورنيا. لا شك أن الولايات المتأرجحة يكون عليها التركيز، خصوصا الولايات ما يسمى بالجدار الأزرق الثلاث، بنسلفانيا ويسكونسون وميشيغان، وهذه التركيز من ترامب ونائبه على هذا الأساس، هو اختيار حتى ترامب لنائبه الجديد فانس كان على أساس أنه يمثل هذه الولايات، لأنه
يعني فضلا عن كونه شاب وكونه يعني اعتنق المذهب الكاثوليكي وهذا سيجعله ثاني نائب رئيس أمريكي في التاريخ ينتمي إلى هذا المذهب، هو أيضا يعني يدافع عن فكرة الطبقة الفقيرة والطبقة العاملة البيضاء التي خذلها الديمقراطيون بعدم حماية الصناعات الموجودة في هذه الولايات. لذلك أعتقد أنه من المطلوب من الحزب الديمقراطي، وأعتقد أنه سيفعل ذلك، أن يركز على ما يفعله الديمقراطيون لهذه الطبقة التي يمكن أن يخسرونها. لكن يظل من الصعوبة على بايدن، على ترامب أيضا، الفوز ب يعني نساء الضواحي والشباب والمتعلم في هذه المناطق، لأنها هي التي حسمت الانتخابات. والفارق في ميتشيغان على سبيل المثال في الانتخابات الماضية كان لصالح بايدن بحوالي 154 ألف صوت، وفي بنسلفانيا بحوالي 140 ألف صوت، وفي ويسكونسون بحوالي يعني 20 ألف صوت. لهذا الصراع سيظل قائما في هذه الولايات، ومن يكسبها سوف يضمن الفوز بالانتخابات.